السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من جديد طلابنا وحبايبنا الدارسين ومقرر حياة 317 الصف الثالث الثانوي. نكمل معاكم التطور اللي بدأناه في المخلوقات الحية، وصلنا اليوم بإذن الله إلى الزواحف. نتطرق إلى مجموعة من الأهداف المهمة اللي تلخص لنا المادة العلمية. راح نحدد الخصائص العامة للزواحف اللي مكنتها من العيش على اليابسة، وراح نلخص خصائص الزواحف بشكل عام. ما هي الخصائص التي مكنت الزواحف من العيش على اليابسة؟ يعني شنو صار عندها من خصائص تخليها تقدر تعيش في جو اليابسة؟ على اعتبار تذكر ان احنا الطائفة السابقة كانت برمائيات، يعني مخلوق حي يعيش ما بين الوسطين. الحين لا، الزواحف عندها القدرة انها تعيش على جو اليابسة بشكل عام. نسبة الى مجموعة من الخصائص نشوف اول شيء على مستوى البيضة. البيضة عندها محاطة بقشرة جلدية. السابق كانت عندها في البرمائيات عندها بيض، لكن البيض محاط بطبقة هلامية. الحين عندها قشرة لكن قشرة جلدية. جسمها مغطى بحراشيف، وهذا الحراشيف سميكة بحيث أنها تحافظ على المخزون المائي الموجود فيها. عندها جهاز دوران وعندها جهاز تنفس، هذا يعمل بفعالية أكبر من البرمائيات كما درسنا سابقا. نشوف البيض. البيض عنده اسمه البيض الرحلي أو البيض الأمنيوني. إحنا عارفين كلمة رحلي وأمنيوني، يعني هي السوائل التي تحيط بالجنين ويحمي متى خلال فترات النمو. حيوانات اللي عندها الغشاء الرحلي، لاحظ الزواحف، الطيور والثدييات. لاحظ تركيب البيضة أن عندها السائل الرحلي الذي يحيط بالمخلوق الحي، نفسه ما في أجنة جسم الإنسان موجودة. ما الفائدة من وجود هذا الأجزاء التالي؟ يعني راح ندرس تركيب كل جزء في هذه البيضة الرحلية وماذا يقدم للزواحف. نشوف مع بعض تلخيص. عندك القشرة الواقية، نبدأ من الخارج، قشرة واقية، إذن وظيفتها الحماية، وهي تحتوي على الأغشية الداخلية وبينها تنتشر السوائل. كيس المح، المح يعني هو الغذاء، الغذاء راح يفيد الجنين وهيئة أنه يوصل إلى مراحل النمو اللازمة. عندك غشاء الرهلي، الغشاء الرهلي يوجد داخله السائل الرهلي، يعني السائل مثل ما احنا شايفين محاط بالغشاء، وهذه السائل محيط تماما بالجنين. عندك كيس المنبار، كيس المنبار الحين راح يسحب فضلات الجنين. لاحظ كيس الماح يوفر الغذاء، كيس المنبار راح يسحب الفضلات الناتجة من عمليات الأيض اللي صارت على الجنين نفسه. عندك أغشية أخرى أيضا، الغشاء الكريوني، غشاء الكريوني يسمح بدخول الأكسجين وتخلص من ثاني أكسيد الكربون، وفي نفس الوقت يحافظ على السائل داخل البيضة. عندك القشرة، ولاحظ أنها هي قشرة جلدية، وظيفتها حماية السوائل بشكل عام وحماية الجنين، حماية البيضة من ماذا؟ من الجفاف اللي ممكن أنها تتعرض له لما تكون على سطح اليابسة. نروح على نقطة الجلد. احنا ذكرنا لازم تحميها من الجفاف، معناته لما تنولد هذه الزواحف يكون عندها جلد، وهذا الجلد يحميها. نوع الجلد الموجود هنا جلد جاف حرشيفي. الأهمية من وجوده هو منع فقدان السوائل الداخلية، على اعتبار أنها تعيش في بيئات الحين فيها تحديات شوية، بيئات جافة. يعتبر الغطاء الخارجي قاسي، لو نلاحظ من الشكل عندك التماسيح، لاحظ شكل الجلد الحرشيفي قاسي. فلما تخيل الحين المخلوق الحي قاعد يكبر وفي نفس الوقت هو محاط بجلد حرشفي قاسي، معناته راح يعيق النمو، يحس شوية من التحدي.
عشان كذي الحال اللي تاخذ هذه المخلوقات الحية انها هي تقوم بعملية الانسلاخ، فتنسلخ هذه الطبقة الخارجية من الجلد حتى تكمل نموها. لو نلاحظ هذه الصورة تمثل افعى منتهية من عمليات الانسلاخ. طريقة التنفس، كيف تتنفس الزواحف؟ لاحظ ان الزواحف الحين تطورت اكثر من البرمائيات. البرمائيات لما كانت على مستوى اليرقة عن طريق الخياشيم، لما بلقت كانت تستعين بالرئات والجلد الرطب. الحين الزواحف خلاص مباشرة تتنفس بالرئتين، وفي نفس الوقت هي تقدر تقوم بآلية التنفس اللي هي الشهيق والزفير. معناته نستنتج ان عندها عضلات وعندها حجاب حاجز. خلينا نشوف مع بعض الشهيق ماذا يحدث للزواحف عندما تقوم بعملية الشهيق. لاحظ الشهيق معناته تنقبض عضلات القفص الصدري، ولما تنقبض يتوسع الجزء العلوي. إذا عندك انقباض ناتج من هذا الانقباض توسع الحجم أو التجويف. لما يزيد التجويف الحين يدخل الأكسجين أو الهواء إلى داخل الجسم. الزفير معناته تنبسط العضلات ويخرج ثاني أكسيد الكربون خارج الجسم. مع وجود المزيد من الأكسجين يزداد إنتاج الطاقة. نتذكر مع بعض مقرر حياة 316، درسنا أن وجود الأكسجين مهم لإنتاج الطاقة. كنا نقول الطاقة اللي هو الATP، معناته يصير عنده تنفس خلوي. معناته يزيد الأكسجين يزيد إنتاج الطاقة. عندك طاقة أزيد معناته تقدر تتحرك أكثر، ومو أي حركة، حركات أكثر تعقيد من الطائفة السابقة لها. جهاز دوران القلب، السلحفاة مثلا القلب لها مكون من أذينان منفصلان. طيب أذينان منفصلان وبطين واحد مفصول جزئيا. لاحظ أن الأذين عندها واضح هني مكتمل، أذين أيسر وأذين أيمن، لكن البطين هني مو عندها بطينين، هو بطين واحد، ولكن يبدأ يتكون الجزء الفاصل ما بين البطينين. تذكر البرمائيات لما درسناها كنا نقول فقط ثلاث حجرات، اللي هما أذين أيسر أذين أيمن وبطين، لكن البطين هني في الزواحف في الجهاز الدوري لها تطور. التطور اللي صار على مستوى هذه السلحفاة مثلا عندها بطين، لكن البطين لحد الحين ما صار مكتمل كما درسناه في جسم الإنسان، على استثناء هناك استثناء واحد فقط من عند التمساح. التمساح عنده قلب مكون من أربع حجرات على عكس السلحفاة مثلا. السلحفاة مثل ما قلنا أذينين بطين ومفصول جزئيا. التمساح الحين هو عنده قلب في أربع حجرات. طيب شنو هي الفائدة من وجود قلب أربع حجرات حق التمساح نفسه؟ علشان يبقى الدم المؤكسج بعيدا عن الدم الغير مؤكسج داخل القلب. ولأن الزواحف أكبر حجما من البرمائيات فإنها تحتاج إلى ضخ الدم بقوة وكفاءة عالية حتى يصل إلى أجزاء الجسم. نتناقش شوية في هذه الجزئية، راح أعيدها لكم بحيث نركز على القلب. شوف هنا مع بعض، شوف الحين هنا عندك قلب السلحفاة، قلنا أذينان وبطين واحد مفصول. تخيل لما يدخل الدم هنا مثلا، نمسح هذه الجزئية ونشرحها شوية. لما يدخل الدم في هذه الجزء مثلا، ويدخل الدم من هذا الجزء، ايش راح يصير هنا في منطقة البطين؟ يحدث هناك اختلاط ما بين الدم المؤكسج والدم الغير مؤكسج. هذه المشكلة ما تصير في التمساح. لو لاحظ حركة التمساح تكون أسرع، فيحتاج إلى ضخ الدم بقوة وكفاءة عالية كما ذكرنا. جزئية التغذية والهضم، شلون تتغذى ونمط تغذيتها نشوفه. الزواحف في منها آكلات لحوم
ومنها أكلات أعشاب. أكلات أعشاب أو أكلة نبات مثل نقول السلاحف والجوانة، وبعضها تعتبر حيوانات قارتة. ماذا يعني مصطلح قارتة؟ قارتة يعني تتغذى على اللحوم والنباتات نفس الوقت. لو نشوف بعض الزواحف المميزة اللي هي مثل السلاحف والتماسيح، لها ألسنة وهذا اللسان يساعدها على عملية الابتلاع. السحالي مثل الحرباء نعرف أن لها لسان طويل ولزج ويقدر يمسك بالحشرات، ومو أي حشرة ذكرنا، الحشرات التي تطير، وسبحان الله لديها القدرة أن هي تمسك هذه المخلوقات الحية واصطيادها بكفاءة عالية جدا. الأفاعي مثل ما نشوف الأفعى هني تنتج السم، والسم يشل حركة الفريسة بحيث أنها تقدر تسيطر على الفريسة وتتغذى عليها. هناك اتجاهات عديدة في العلوم أنهم يأخذون سم الأفاعي والعلاج العديد من الأمراض، وفعلا استطاع الباحثين استخلاص هذا السم لعلاج أمراض عندنا مثل السرطانات. الأفعى قادرة على ابتلاع فريسة أكبر من حجمها. لاحظ هذه الفريسة، ولاحظ هذه فقط حجم الأفعى، هي سبحان الله تقدر تاكل فريسة أكبر من حجمها. شلون هي تقدر؟ العلماء أدرسوا عظام الجمجمة والفكوك في الأفاعي وشافوا إن هي عندها أربطة، وأربطة مرنة بحيث إنها تقدر تتمدد وتبتلع الفرائس. الاخراج، شلون يصير الاخراج؟ وقلنا الاخراج معناته دائما تذكر الكليتين، معناته عندها كليتين وهالكليتين تخرج الفضلات. الفضلات عزكم الله يدخل البول الى المجمع او المذرق، في هذه المنطقة بالذات يتم اعادة امتصاص الماء. لما يمتص الماء من الفضلات تتكون مادة جديدة في جسمها اللي هي حمض البوليك. شنو شكله؟ فضلات لكن تكون شبه صلبة. تذكر مع بعض الزواحف عادة تعيش في بيئات صحراوية، معناتها تفضل كثر ما تقدر أنها تحتفظ بالماء، حتى على مستوى الفضلات تكرمون تكون شبه صلبة. بعدها ان اعادة امتصاص الماء يمكن الزواحف مثل ما قلنا من حفظ الماء وتحافظ على الاتزان الداخلي للماء والملح نفس الوقت. لو نشوف تشريح السلحفاة، السلحفاة عندها كليتين، ولاحظ الكليتين موجودة في هذه المنطقة. كيف تستشعر بالمؤثرات البيئية؟ شلون بتحس بالظروف البيئية المحيطة فيها؟ معناتها عندها دماغ وحواس متطورة، عندها مخ. ونلاحظ ان الزواحف متطورة اكثر من البرمائيات، اذا مخ الزواحف الحين هني بيكون اكبر. هي المسألة مو فقط اكبر، حتى استجابات للمؤثرات تكون افضل. لاحظ ان الجزء البصري وأجزاء المخيخ في دماغ الزواحف أكبر من تلك الموجودة في على مستوى البرمائيات. ليش صارت أكبر؟ لأن وظيفة البصر الحين صارت أكثر تعقيدا، والبصر هو الحاسة الأساسية لمعظم الزواحف. وشافوا أن الزواحف قادرة أن هي تميز الألوان. لاحظ سبحان الله التطور على مستوى حاسة البصر كيف تطورنا الحين. أيضا تقدر تسمع، ولأن هي تسمع معناته عندها غشاء طبلة، والأفاعي بالذات تقدر أنها تلقط ذبذبات الصوت بواسطة الفك. يعني السمع ليس فقط على مستوى غشاء الطبلة، وإنما أيضا على مستوى الفكين الموجودين فيها. أيضا حاسة الشم لها نصيب من الأسد. لو نلاحظ أنها بعد معقدة أكثر من البرمائيات وتقدر تشم الفرائس. والأفاعي تقدر تخرج لسانها، ولسانها يشبه الشوكة. لاحظ شكل اللسان، لو نميزه باللون مميز انه يشبه الشوكة. طيب سبحان الله لما يكون هو اللسان بهذا الشكل كفاءته في التقاط جزيئات الرائحة تكون افضل. فلاحظ اللسان
يشبه الشوكة، لماذا؟ حتى تلتقط جزيئات الرائحة باللسان وبعدها تدخل إلى الفم وتنتقل هذه الجزيئات، مثلا نقول جزيئات رائحة الطعام تصل إلى العضو جاكبسون. هذا العضو وين موجود؟ لاحظ هذا هو شكل عضو جاكبسون موجود في مقدمة رأس الأفاعي. فنقول ما هي أهمية عضو جاكبسون؟ هو تركيب يميز الروائح، ومو فقط بس حق الروائح، اكتشفوا ان هذا العضو يساعد انه يتحدد الفريسة وتحدد شريك التزاوج المناسب له بحيث انه هي تضع بيوض وتتكاثر. شلون تنظم درجة حرارتها؟ تنظيم درجة الحرارة الحين هو حالها حال البرمائيات، قلنا لو نتذكر مع بعض متغيرة درجة الحرارة، يعني هي ما تقدر تحافظ على درجة حرارتها بعمليات الأيض، لكن تنظم حرارتها سلوكيا. شلون؟ لما تكون أنها حرارتها مرتفعة فتروح إلى أماكن تخفض درجة حرارتها والعكس صحيحة. لاحظ هذه الصورة، التقط الباحثين هذه الصورة وقالوا تشوفوا أن سبب سير السلحفاة تحت أشعة الشمس لكي تمتص أشعة الشمس وترتفع درجة حرارتها، معناته هذه السلحفاة تشعر بالبرودة فتستعين بأشعة الشمس حتى ترتفع درجة حرارتها. مو بس السلحفاة أيضا قادرة، أيضا الأفاعي سبحان الله قادر أنها تنظم درجة حرارتها وتقضي بياض شتوي. إذا حتى البياض الشتوي ممكن أنه يحدث أيضا في الزواحف، بحيث أن الزواحف تدخل في حالة سباتة، ولاحظوا أن عمليات الأيض تكون منخفضة بحيث أنها تحافظ على درجة حرارتها، وفي نفس الوقت الأفاعي تتجمع بالمئات. لاحظ الصورة، هذه الأفاعي كلها تتراكم فوق بعضها البعض وتكون كتلة. طيب ليش هذا السلوك لتقوم بهذه المخلوقات الحية؟ لتقلل فقد الحرارة، وقلنا مو هي تعيش في الشتاء، معناته لازم تحافظ بكثر ما تقدر عليه أنها تحافظ على حرارة أجسامها بحيث أنها تبقى حية. شلون راح تتحرك؟ نقارن ما بين السلمندر اللي درسناه والتمساح. السلمندر بطنه يكون على الأرض مباشرة، هني في التماسيح لاحظ أن البطن يكون مرتفع وتدور أطرافه بحرية تحت جسمه، يعني الأطراف هذه الأرجل تتحرك بكل حرية ومرونة وتقدر تتحمل وزنها الثقيل، ولما يدخل الماء في النهر أو المستنقعات لاحظوا انه يتحرك بحركة سريعة وسهلة. الزواحف لها مخالب، والمخالب موجودة طبعا في الأصابع. الأهمية من وجودها انها هي تحفر وانها هي تتسلق وتثبت نفسها بالأرض. شلون تتكاثر هذه المخلوقات الحية؟ أخصابها هني راح يكون داخلي على عكس البرمائيات، قلنا أخصابها خارجي والجنس منفصلة. إذن أول نقطة نقول أن الأخصاب يكون عندها داخلي، بحيث تنمو البويضة المخصبة إلى جنين، وبعدين تكون محاطة بأقشية أمنيونية كما ذكرناها في بداية الدرس. هذه الأقشية تحافظ على الجنين. الجهاز التناسلي الأنثوي قادر على تكوين القشرة، وقلنا ما نوع القشرة هني؟ قشرة جلدية. لاحظ شكل القشرة الجلدية اللي تحيط بهذا المخلوق الحي. طيب الأنثى الحين علشان تحافظ على البيض تقوم بتحفر حفرة على الأرض بحيث أنها تحفظ على وجود بيضها، وبعدين ما عقب ما تحفر هذه الحفرة فإنها تترك البيوض وتتركها بحيث أنها تفقس وتخرج بنفسها. وجدوا أن بعض التماسيح تبني عش، والعش أيضا تضع فيه البيوض. بعض الأفاعي تبقى البيض داخلها حتى يفقس، يعني حسب الظروف البيئية، إما أنها هي تضع حفرة وتضع البيض، أو أنها تحافظ على البيض داخل جسمها بحيث أنه هو يفقص. أتمنى أن سهلت عليكم المادة العلمية، وإن شاء الله استمتعتوا معنا. نراكم إن شاء الله في تطور أكثر المخلوقات الحية، وندخل معاكم بإذن الله إلى طائفة الطيور.